أستاذ زكريا فيران، هناك إقبال من لدن المغرب على استثمار طاقات مغاربة الخارج وخبراتهم وكفاءاتهم أيضا وقدراتهم الاستثمارية أيضا، هل ما يجري الآن من ارتفاعات يترجم تلك الرغبة في استقطاب استثمارات مغاربة الخارج إلى المغرب؟ وسمعنا أرقام خيالية عن البوتنسيال، يعني القدرة التعبئة المحتملة للاستثمارات الخاصة بمغاربة الخارج إذا تم الاشتغال على هذا الموضوع. نعم، كان هذا رأيي يعني منذ البداية، وأظن على أنه هذا ما جاء يعني حتى في كلام صاحب الجلالة نصره الله، أنه لا يجب تقديم دور المغاربة المقيمين بالخارج فقط إلى الدور المادي أو للدور المالي. المغاربة المقيمين بالخارج هم يمثلون يعني نسبة مهمة من التمويلات بالنسبة للمغرب، يعني بالنسبة للأموال التي تأتينا من الخارج، وقد أشرت إلى دورها في الاقتصاد ودورها كمحور جديد أو لمحور مهم فيما يخص استقرار الماكرو اقتصادي بالنسبة للمغرب. ولكن المغاربة المقيمين بالخارج كذلك هما كفاءات، وهما يمكن أن يعتبر على أنهم ناقلات لما يسمى التطور التكنولوجي. اليوم المغرب هو يذهب في منحنى أنه يدخل للصناعات الأكثر تكنولوجية. هناك تقريبا 130 مليار التي سيتم الدعم، التي سيتم تحويل بها المنظومة للإنتاج للمكتب الشريف للفوسفات، وهذا التحويل سيكون تحويلا طاقيا ويحتاج إلى كفاءات وكذلك إلى تكنولوجيا جديدة وكذلك إلى رؤية جديدة فيما يخص البحث العلمي والتطوير. وأظن بأن المغاربة المقيمين بالخارج لهم دور ولهم باع في هذا المجال هذا، وقد رأينا هذا في سنة 2020 وسنة 2021، لأن المغاربة المقيمين بالخارج متواجد في جميع الشركات الكبرى وكذلك في جميع ما يسمى بالمؤسسات البحثية الدولية. هناك الأمر الثاني المهم، هو أنه عندما نتحدث على التحول الطاقي في المغرب، اليوم احنا نعلم على أن المغرب طاقيا هو اليوم يوازي ما يسمى بفنزويلا ونيجيريا والدول الكبرى فيما يخص الطاقات الأحفورية. اليوم المغرب هو قطب فيما يخص الطاقات المتجددة، ولكي ندخل في هذا المجال ولكي نصل إلى هذه القدرة التعبئية ما يسمى الطاقات المتجددة، لابد لنا من كفاءات في المجالات التكنولوجية، في المجالات البحثية، في صناعات الألواح الشمسية، في صناعات التكنولوجيا المرتبطة بالهيدروجين إلى آخره. وأظن بأن لنا من الكفاءات في المغاربة المقيمين بالخارج باع طويل، ويمكن أن نستفيد منه في 10 أو 15 سنة القادمة، من أجل أن يكون المغرب هو الوجهة الحقيقية لتصدير هذه الطاقة هذه نحو أوروبا ونحو دول الجوار. هناك الأمر الثالث، أظن على أنه عندما نتحدث عن التحول الاقتصادي بالنسبة للمغرب، التحول الطاقي بالنسبة للمغرب، الهدف منه أن تكون لنا السيادة الحقيقية على المنظومة أو على ما يسمى بما يسمى لاشين دو فالور ديال التطوير ديال جميع المنتجات. وهنا لكي يكون المغرب قادرا أن يكون له الحياد وكذلك الاستقلال وكذلك تحكم تام في المنظومة ديال الإنتاج، لابد أن يكون له قدرات إنسانية وكذلك رأس مال بشري قادر على تطوير جميع المنظومة، كما فعلنا في قطاع السيارات الذي أصبحنا فيه اليوم لأكثر من 80% منتج مغربي. نستطيع في المجالات القادمة، المجالات التطور التكنولوجي، المجالات الطبية، المجالات ديال التحول الطاقي، سواء الطاقة الهيدروجينية أو الطاقة المائية أو كذلك الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية، يجب أن نستغل الكفاءات المغاربة المقيمين الخارج لكي يكون المغرب رائدا من الألف إلى الياء فيما يخص الصناعات المتطورة.